هذه التفاصيل مع الزميل الصحفي معين شديد. أسعدت صباحا بكل الخير أبو أشرف. صباح الخير وفاء، وصباح الخير للمتابعين والمشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني لربما يوم أمس كان هنالك حالة من التوتر القلق، وهذه بصراحة ملامح كانت واضحة على سواء كانت المواطنين أو حتى الجهات المختصة بسبب الإعلان عن النتيجة الأخيرة في محافظة طول كرم، خاصة ونظرا لتواجده في مستشفى ثابت الحكومي. يعني أبرز التفاصيل المتعلقة في محافظة طول كرم في ظل أزمة الكورونا حتى هذه اللحظة. يعني رغم تسجيل إصابة جديدة وصلت إلى مستشفى الشهيد ثابت بمدينة طول كرم وفاء، إلا أن الأجواء في المدينة بالأمس كانت كما يجب أن تكون حقيقة. خلينا نكون صريحين، يعني انتشار قوى الأمن بكافة أذرعها أمس في شوارع وأزقة وأحياء طول كرم كان يعني مثال، يعني وهذا المطلوب أن يكون في مدينة طول كرم من أجل ضبط حركة المواطنين واتخاذ إجراءات السلامة العامة لهم. فبالتالي الأجواء كما ذكرت توترت في المدينة. نحن نتحدث عن إصابة، نتحدث عن مستشفى الشهيد ثابت والمستشفى الحكومي المتاح أمام كافة شرائح المجتمع الكرمي، وكما تعلمين كان قرار بإغلاقه، ربما كان القرار متسرعا نوعا ما، ربما سيتحدث أكثر بهذا الخصوص عطوفة المحافظ عصام أبو بكر، لكن يجب، أنا شخصيا يجب أن يتم إيجاد الحلول لإعادة الحياة إلى هذا المستشفى واستخلاص العبر مما جرى. يعني عدم استخلاص العبر برضو كمان راح تكون مشكلة كبيرة لطول كرم مستقبلا. على كل الأجواء يعني هنا في المدينة كما تشاهدين حتى اللحظة هناك انضباط كبير، نأمل أن يستمر هذا اليوم، ونأمل أن تستمر التعليمات إلى كافة أجهزة الأمن وإلى اللجان وإلى المواطنين أنفسهم. يعني أنا حتى اللحظة مش فاهم حقيقة هذا الخروج الكبير لبعض المواطنين، حركة السيارات ربما يعني يتقبلها الشخص إنه في حركة سيارات لظرف أو لآخر، ولكن خروج المواطنين للشوارع غير مبرر ولا أسباب له حقيقة. كما ذكرنا سابقا في مقابلات سابقة، لا مقاهي، لا مطاعم، لا أفراح، لا أتراح. فبالتالي ما الداعي لهذا الخروج الكبير للمواطنين وعدم الالتزام؟ كل دول العالم التي تشهد انخفاضات في تسجيل حالات الوفاة وحالات الإصابة بفيروس كورونا تشهد حجر صحي. نحن نتحدث عن 4 مليار بني آدم في كافة أنحاء العالم في ظل الحجر الصحي المنزلي. وبالمناسبة وفاء، هذا الصباح ارتفع العدد إلى 1,300,000 إصابة في مختلف دول العالم، مع تسجيل 70,000 حالة وفاة في مختلف دول العالم. طول كرم يعني الاستعدادات جارية على قدم وساق من الناحية الطبية من خلال لجنة الطوارئ العليا. بالأمس في بلدة عتيل تم افتتاح مركز للفرز، وإضافة إلى المراكز الموجودة في طول كرم وعنبتة من أجل استقبال إخواننا العمال العائدين أو الذين سيعودوا خلال الأيام الثلاثة القادمة. صحيح. أنا شخصيا أطالب، يعني أتمنى على دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتي إصدار تعليمات واضحة وصريحة ومحددة، حتى لو وصل الأمر خلال الساعات 72 القادمة بفرض ما يشبه منع التجول. وهنا أردت الاستفسار أبو أشرف بخصوص، بصراحة أن البعض يطالب لما لا يكون هنالك فرض لمنع التجوال في الشوارع بشكل كامل متكامل. يعني مع هذا الرأي هل أنت تتفق أم لا؟ يعني هل نحن نسير بوتيرة ربما يعني التدرج في هذا الموضوع، أم يجب أن نحسم الموضوع كي لا يحدث بنا ما يحدث في بقية الدول الأخرى؟ نحن نتحدث وفاء عن 72 ساعة قادمة من أخطر مراحل الشعب الفلسطيني حقيقة. يعني تتحدثين عن عودة 35,000 عامل انعادوا من أماكن عملهم في الداخل. فبالداخل حتى اللحظة اجتاز عدد الإصابات أكثر من 8,000 إصابة، وحاجز الوفيات اجتاز 50 إصابة 50 وفاة.
فبالتالي نتحدث عن عودة هؤلاء وتخوفات كبيرة جدا من إصابتهم ومن نقلهم للفيروس إلى الأراضي الفلسطينية. ومع منع التجول وربما طالبت حتى مبكرا، أنا شخصيا من خلال منشور لي على صفحتي بفرض منع التجول، لكن أشدد في هذه اللحظات يعني القادمة، الأيام القادمة هي من أخطر، أعود وأكرر، من أخطر أيام الشعب الفلسطيني. وأتمنى من العمال إن كانوا يسمعوننا، وأتمنى من الأهالي إن كانوا يسمعوننا، أن يتواصلوا مع أبنائهم والعمال، وضرورة أن يعودوا من خلال المعابر المحددة. صحيح، وأيضا الالتزام بتعليمات يعني الحكومة والتبليغ والالتزام بالحجر، خاصة أيضا أبو أشرف اليوم تم الإعلام من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بالفيروس في تلك المناطق في إسرائيل تجاوز حاجز 8000 بعد تشخيص حالات خطيرة، وفيات وصلت إلى 51 حالة. ربما هذا أيضا مؤشر أن الوضع بصراحة لا ينبئنا بالأفضل في القادم. وفاء اسمحي لي، يعني غالبية الإصابات وصلتنا من الداخل. صحيح، فبالتالي خلينا نكون حريصين. أنا نفسي أفهم كمان يعني حالة الهلع عند العمال، شو بيجبركم تفوتوا من الفتحات والثغرات ترجعوا على بيوتكم وبدون الإبلاغ كأنكم تجار مخدرات، يعني مع احترامي للعمال، يعني كأنها عمليات تهريب. لماذا هذا التخوف؟ هي رأس مالها بلتقي مع كادر الصحة بيعطي معلومات، بتم فحصه، بتم الكشف عن حالته، والطلب إليه العودة إلى منزله معزز مكرم محترم. حتى لجان، كل التحية للجان اللي بتعمل في البلدات والقرى، أعلنت استعدادها توفير يعني كل سبل الراحة للعمال. وحتى أحكي لك بصراحة كمان يعني طرود غذائية سيتم توزيعها عليهم للتخفيف عنهم، فبالتالي آمل منهم أن يعودوا وأن يتم الإبلاغ وأن لا تتم عملية عودتهم إلى منازلهم بسرية. وأيضا الطلب من أهاليهم الإبلاغ عنهم، 14 يوم مش راح تكون صعبة، وفيش حدا، خلينا صريحين، فيش حدا في هاي فلسطين أرض مباركة فيش حدا رايح يموت من الجوع. والأهم من ذلك أن هذه المطالب، هذا ما نأمل من عمالنا الكرام، أي يصلوا إلى قناعة تامة أن هذه المطالب ليست بإيدانا بحقهم، إنما هي من أجلهم ومن أجل صحتهم ومن أجل أيضا صحة عائلاتهم. يعني البعض يعاند ويكابر ويستهتر بصراحة، والبعض الآخر لنكون صريحين يعني أبو أشرف بصراحة، البعض الآخر بيقول إنه يعني هذا مجرد فيروس، شو بدي يصير لي؟ لكن اللي صار في وللعالم أعتقد كفيل بشكل كبير جدا أنه إحنا نوقف بدقيقة، نتأمل، نتعمق أنه في آلاف توفوا، فقدوا الحياة، عائلات كاملة فقدت بسبب هذا الفيروس. يعني حتى أن البعض لم يستطع توديع والدته أو والده أو ابنه أو زوجته. بالأمس محمد وهدان اللي صحيح، صحيح، يعني مركز الحجر الصحي في هوكو جافيز، صحيح، في ترمس عية، تخيلي يعني ما قدرش يحضن أمه، يحضن أمه ما قدرش، ولا كان في بيت لحم، كل واحد يحط حاله محل المصاب. أنا وعائلتي اللي أصاب بالفيروس بسبب تهور من أحد، ليش؟ فبالتالي كمان في نقطة مهمة جدا، كل إصابة تحدث وتظهر وتسجل في فلسطين بدها تمدد فترة الطوارئ. والأهم والأهم كمان اللي بيسألوا إمتى ممكن نخرج من المنازل، رح نخرج بس إذا التزمنا فعليا، إذا كنا التزمنا وما اختلطناش بالعمال. وإذا أنا كالمفروض أي زوجة أو حتى أي والدة أو أي أهل بيرجعوا بيتبعوا لهذا العامل، هم نفسهم اللي منعوا العامل إنه يدخل البيت ويقولوا له لو سمحت روح اعمل الفحص او قم بالاجراءات، او اول ما يفوت البيت يحجر حاله، اعتقد هذا الشيء رح ينقلنا نقله نوعيه في طبعا الجانب الايجابي. وكمان في نقطه مهمه بحب اتعرج عليها ابو اشرف اذا ممكن، انه ما حدش يفكر انه الاصابه بهذا الفيروس هو عيب. البعض للاسف ولا تزال في حالات، صدقا حتى من ضمن الحالات المصابه اللي حاولنا نتحدث معها قالوا بدكم تفضحونا، فياريت تعقب عنها على هذا الموضوع. أنا
بهذا الاطار الوفاء، يعني ما بدي صح الاصابه والحاله الصحيه لاي مواطن مش في فلسطين وحده، بكل دول العالم ياتي في اطار الخصوصيه والسريه الطبيه، لكن بصراحه انا مع نشر اسماء المصابين، لانه في الكثير من المناطق في محافظات الضفه رفضوا الكشف، المصابين رفضوا الكشف عمن خلطوهم، لما لانه بلدنا صغيره، يعني الوطن كله صغير وبالاسم يظهر بسرعه، سواء من خلال التداول عبر الاحاديث الشخصيه او عبر وسائل التواصل الاجتماعي من هنا وهناك، فبالتالي كثير من المخالطين هم من قاموا بالابلاغ للطب الوقائي اني انا خالطت المصاب، فبالتالي هذا شيء مهم جدا، وامل كمان بهذا الاطار انه يعني نتوقف عن التعامل بجغرافيه، عن التعامل بعنصريه مقيته، وعن التنمر، حالات التنمر للمصابين، يعني هؤلاء ابتلاهم المولى عز وجل وكتب لهم ما كتب، فبالتالي يجب احترامهم، بالعكس يعني يجب تقديرهم ومساعدتهم من اجل التوصل الى حاله يعني تتوقف فيها فلسطين عن تسجيل إصابات. أنا يعني حقيقة أحكي لك متفائل، لا في ظل الممارسات اليومية واللي بنسمعه مش متفائل بصراحة، آمل أن يتم التعامل بعقلانية وحرص من كل العمال ومن كل المواطنين. وفي مقولة حلوة جدا، إذا أنت زهقت من سرير البيت فقعدة سرير المستشفى أصعب. صحيح. وأصعب. صحيح، كل الاحترام، خلينا نضل في البيوت. مش صعب وحلو نضل في البيوت، والأهم من ذلك أن يعني إحنا مش بحاجة بصراحة لنتحدث في سبيل المجاملة، الوضع مش سهل ومش رايح على أمور سهلة أبدا. اللي بيقول إنه كمان في طبعا أمور أخرى ممكن إحنا نتحدث عنها بخصوص إنه الحكومة راهنت على وعي الشعب، صحيح الحكومة راهنت على وعي الشعب على أمل إنه يكون في بالفعل الشعب واعي. نعم تفضل أبو أشرف. المشكلة إصابة واحدة بتشل كله، بتدمر كل مخططات الحكومة. صحيح. هل مأساة إجمالا؟ هي تصرفات للأسف فردية، ربما فردية تكون طبعا غير مدركة، غير يعني واعية بالدرجة الكافية، لكن نأمن أن تلتزموا في بيوتكم. قبل لا تختمي معي تفضل كمان أناشد كل التحية للمحافظ اللي أصدر تصريح حركة للفئات محدودة جدا والمحدودة جدا، ولكن آمل ممن حصل على تصريح ألا يستخدمها في إطار البرستيج. نعم كل الاحترام. يعني هذا التصريح صرف لك لغاية معينة، ما تستخدم لي مشان أفر بالشوارع وفرجي تفرجي علي زي اللي طالع يتفقد منع التجول للأمانة. أحيانا أمور التصريح لشيء معين. صحيح لغاية ولهدف ولوسيلة. إجمالا بشكرك جزيل الشكر أبو أشرف معين شديد، ودائما وأبدا شعاره وشعارنا وشعار الكل خليك بال بيت. شكرا جزيلا لك دائما وأبدا في المقدمة في المعلومات، وأيضا في الاستزادة بكل ما هو محيط بهذه المحافظة في ظل أزمة الكورونا. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية جميعا، وسنكون مع التفاصيل لربما أبرز